حياكم الله مجددا في أهلا. في مواقع التواصل وفي مجتمع الحياة إجمالا دائما نسمع من ضمن الإجراءات التقاضي أو الإجراءات القانونية طلب حلف اليمين. اليوم هذا القسم كيف يطلب قانونيا؟ إيش الحالات اللي يطلب فيها؟ كيف يقبل؟ ماذا يترتب عليه من إجراءات؟ كل هذه التفاصيل القانونية سنلقي عليها الضوء في هذه الفقرة مع ضيفي الكريم الذي ينضم إلي هنا في الاستديو، المحامي الأستاذ خالد اليوسف. أستاذ خالد، مساء الخير وشكرا لكم. أهلا مساء النور، جزاك تسلم، شكرا لك شخصيا وشكرا قناة روتانا. أهلا وسهلا. خلنا نبدأ من البداية. اليوم إيش يعني ما أعرف إذا المصطلح صحيح، التكييف القانوني الموجود لحلف اليمين؟ أعتقد أنه في جانبين، الجانب الشرعي والقانوني، وكلها تتكامل. ودي تشرح لنا الموضوع من البداية من الأساس وننطلق لبقية محاورنا. أحسنت. وهو عشان يفهم الإنسان كيف يتعامل مع اليمين، لابد أول شيء أنه يعرف أنها وسيلة من وسائل الإثبات. هي وسيلة من وسائل الإثبات، هي لا تدخل في مكونات الدعوة أساسا، وإنما تدخل حينما يراد إثبات إما واقعة أو تصرف قانوني، مثلها مثل الشهادة، العرف، المعاينة، مثلها مثل تقرير الخبير. إنها كلها وسائل من وسائل الإثبات. في السابق كان العمل القضائي على الاجتهاد الفقهي وبعض النصوص الشرعية الموجودة والمتناثرة إما في نظام الإثبات أو في نظام المحاكم التجارية، لكن المنظم بعد الثورة التشريعية الأخيرة جمع كل ما يتعلق بوسائل الإثبات في نظام واحد وسمي نظام الإثبات، وهو من الأنظمة الأربعة التي بشر بها سمو سيدي ولي العهد، وصدر منها ثلاثة حتى الآن، منها نظام الإثبات، وجعل بابا كاملا لما يتعلق بأداء اليمين يبدأ من المادة 99 المادة 107 من هذا النظام. الحقيقة أنه الناس يعني ما هو فاهمين، يحسبون أنه كل دعوة لابد أن تبذل فيها اليمين. هل كل دعوة لابد أن تجلب فيها شهود؟ لا، بعض الدعوة عندك من الأوراق والبينات ما يكفي لإثباتها دون حاجة للشهود، فلا يصار إلى الشهود ولا يصار مثلا إلى حلف اليمين إلا إذا مثلا وصلت إلى المرحلة التي تقتضيها عملية الترافع القضائي أن يكون ثمة إدخال لنوع معين من أنواع الإثبات. طيب وش هي المرحلة؟ اليمين آخرها. 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 طيب اليمين هذه مين اللي يطلبها؟ الخصم، المحامي، أحسنت. القاضي، مين بالضبط؟ أحسنت. هي طبعا عشان نفهم ونطمر المقدمة الشرعية، المقدمة الشرعية إيه؟ يتكلمون الفقهاء عن ثلاثة أنواع من الأيمان وما إلى ذلك، لكن المنظم السعودي اختصر الموضوع واختار بالرأي الذي يرى أن اليمين نوعان. النوع الأول اليمين الحاسمة، والنوع الثاني هي اليمين المتممة. اليمين الحاسمة هي على اسمها تحسم الدعوة بالكلية، وهذه اليمين هي ملك للخصوم أو وكلائهم الذين يوكلون في طلبها أو ردها أو الامتناع عنها. بمعنى أنه اليوم يحضر ناس عند القضاء ثم يرى المدعي بالحق أن ليس لديه بينة، أو يرى أن بيناته لن توصله إلى الحق، فمباشرة منذ أن يبدأ في إجراءات الترافع أو بعد أن يلمح هذا العجز عن الإثبات يذهب إلى اطراح تلك الإثباتات التي أوردها فيما قبل واللجوء إلى اليمين مباشرة. هذا أنت يمين؟ هذا اليمين الحاسمة. لا لا، هذا مين اللي يطلبها؟ المدعي مثلا. طيب، لأنه الأصل أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهو الآن بما أن على عاتقه عبء إثبات ما يدعي به وتوقف عن كل أو توقفت عنه أدلته عن إيصاله إلى ما يدعي به، ففي هذه الحالة يطلب آخر دواء ألا وهو توجيه اليمين. خلنا نأخذها بمثال إذا تسمح لي عشان يتضح للناس. أعطني مثال لقضية ويطلب. أبو يحيى، جيت أنا ورفعت عليك دعوة وقلت لك أنا مثلا أطلب منك 1000 ريال سلفتك إياها، ولا عندي بينة على هذا الموضوع نهائيا، ثم جئنا للقضاء وقلت أنا سلفت الأخ أبو يحيى هذا المبلغ لكن ليس لدي بينه، أطلب يمينه مثلا. هذه الطريقة البسيطة جدا لليمين، لكن أحيانا يكون فيه مستندات لكن المستندات لا توصل إلى البينة ولا حتى توصل إلى قرينة معينة يستنبط منها القاضي حكما في هذه المسألة. فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة واقتنع القاضي أن كل الأدلة التي قدمتها أيها المدعي لا توصل إلى قناعة المحكمة أو عقيدة المحكمة بالحكم لك بطلباتك، في هذه الحالة يطرح عليك القاضي خيار توجيه اليمين، فيقول هل تطلب يمين خصمك؟ أيوة. فإن قلت نعم وجهها إلى الخصم. طيب. وتعني هذه هو الاحتكام إلى ذمة وضمير المخاصم.
سواء لأنه اليمين ليست فقط في وجهة المدعي عليه، وإنما أحيانا قد توجه إلى المدعي أحيانا أو قد ترد من طرف إلى آخر، ولها أحكام يعني مفصلة في نظام الإثبات. طيب إذا قبل الطرف الثاني أنه يحلف اليمين، إذا قبل حلفها فحكم له. إذا مثلا الآن مدعى عليه هذه الحاسمة. طيب أنا آسف على السؤال وسامحني وما أدري إذا مقبول هذا السؤال ولا لا. إذا كان طيب هو بلا ذمه ولا ضمير يعني هو على غير حق وحلف اليمين، خلاص يروح له الحق؟ على كل حال هو الذي يحدث في القضاء أنك حينما تطلب اليمين أو توافق على بذلها من خصمك فأنت ترضى باحتكام ضمير خصمك وديانته لله. يا سلام على يعني زي اللي تحطها بذمته. يا سلام على زي اللي تحطها بذمته. أشكرك. انتهينا. طيب فأنت لما يحلف يؤدي اليمين خلاص هو الآن حلف، إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا فقد وقع في أمر عظيم جدا جدا جدا، ألا وهو اليمين الغموس. لأن اليمين الغموس هذه هي اليمين التي تبذل أمام القضاء لاقتطاع حق من امرئ مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أنه قال من 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 حلف يمينا فاجرة اقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. والشواهد في الواقع العملي تبين أن مغبة اليمين الغموس في الدنيا قبل الآخرة، بل أنها تتسبب في أحيان كثيرة في محق بركة الرزق، وفي أحيان وجود المصائب والمشاكل على حالفها كذبا، لأنه أكل مال اقتطع مال امرئ مسلم بغير وجه حق. واضح. واستخدم بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. اليمين الثانية المتممة. اليمين الثانية ألا وهي اليمين المتممة. طبعا الأولى قلنا أنها حق للخصوم يطلبها الخصوم، بس لها صفة ترى لازم بس أفصلها قبل أطلب. في صفة في اليمين، مثلا لو الآن المحكمة وجهت اليمين على المدعي عليه وصاغت الصياغة التي تراها مناسبة أو صاغها المدعي وعرضها على المحكمة وافقت عليها فإنها تعرضها عليه. هنا المدعي عليه أمام أمرين، إما أن يوافق على أدائها أو أن يردها على المدعي، يعني له حق ردها كذلك. يعني يقول له لا أنت احلف إن لك عندي 1000 ريال. يا سلام عليك. أحسن. وأنا راضي. وأنا راضي. وضمير. نعم. وأدفعها. نعم. هذه تسمى أحكام رد اليمين. الأصل أن القاضي يقتصر باليمين على المدعي عليه في حال طلبها المدعي. فإذا ردها على المدعي فإذا حلفها حكم القاضي للمدعي. وإذا امتنع عنها ولم يعني يطلب ردها على المدعي في هذه الحالة يحكم عليه. لأن سكوته يعني إذا رفضت أنك ما تحلف ولا رديتها على المدعي فأنت مدان. فأنت نعم هذه يستنبط منها قرينة أصلا على كذبك في هذا الأمر. بعض الناس يعني تأخذ الحقيقة الغرابة أحيانا في التعامل مع القضاء فيقول لا والله أنا أتركها تورعا لله. هذا ما هو وقت التورع، هذا وقت أخذ الحقوق. طيب إيش آليتها أستاذ خالد؟ يعني آليتها أن تتوقف أمام القاضي وتضع يدك على المصحف وتحلف ولا إيش؟ الآن حنا الترفع كله يتم عن طريق شو اسمه عن بعد. فالذي يحصل أنه حينما تريد الدائرة سماع اليمين من شخص معين فإنها تطلبه للحضور شخصيا، فيحضر وفقا للإجراءات المتخذة ويبرز بطاقته أمام القاضي ويخرج في الشاشة، ثم يقول يسأله القاضي السؤال عن المسألة التي يريد الحلف عليها، فإذا فهم منه القاضي جوابه قال له القاضي قال هل توافق على بذل اليمين؟ فإذا قال نعم قال اقرأ اليمين المكتوبة أمامك أو اسمع هذه اليمين ثم ردد معي، ثم يقول له القاضي أحلف بالله العظيم أو والله العظيم أن ليس لفلان في ذمتي ولا ريال واحد وكذا، ويعيدها هذا الحالف وراء القاضي ثم يقول والله العظيم. طبعا القاضي قبل أن يوجه اليمين الحقيقة يعني عمل جميل جدا من الدوائر القضائية، أنهم يذكرون هذا الحالف بالله سبحانه وتعالى وبعظم أمر اليمين وبعظم مغبتها في حالة إذا كانت كاذبة. نعم. فيخوفونهم بالله ويغلظون عليهم كلما رأوا أن الموضوع يحتاج إلى تغليظ. جميل. يغلظون في صيغة. إذن في الإجراء هو إجراء لفظي ما في مصحف لا 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 مثل لا لا ما نسمع. لا ما طيب هذه الحاسمة المتممة هي ملك للقضاء، هي ملك للدائرة القضائية، لأن الذي يحصل في الدوائر القضائية وفي عملية التقاضي أن الأدلة تقدم من الطرفين، هذا يقدم أدلة وهذا يقدم أدلة مقابلة. أيوه. فأحيانا الدائرة القضائية لا تجد أن الحق بين كوضوح الشمس، ولكنها تغلب رجحان أحد الكفتين إما المدعي أو المدعي عليه، نظرا لأنه سلطة تقديرية للقضاء بتقدير هذه القرائن واستنباط منها ما يمكن
أن يوصل هذه الدائرة أو الدائرة القضائية إلى عقيدة معينة في هذه الدعوة. فإذا رأت الدائرة رجحان كفة أحد المتخاصمين ولكنها لم تطمئن بعد، طيب يعني الأدلة لم توصلها إلى الحكم لوحدها، في هذه الحالة الدائرة من سلطاتها أن توجه اليمين المتممة للطرف الأقوى، للطرف الأقوى. فإذا كانت اليمين متممة وستوجهها الدائرة وأخبرتك أيها المترافع أنها ستوجه لك اليمين فافرح، فالحكم لك، لأن اليمين تشرع في ليش سموها متممة؟ لأنها تتمم البينة الناقصة. أحيانا ترى بعض البينات العمل القضائي ليست أدلة كالشمس، وإنما هذا يقدم دليل وهذا يقدم دليل، فتزن الدائرة هذه الأدلة طيب. وتجد رجحان كفة من الكفف أي. ثم بعد ذلك تطلب من، ولكنها لم تطمئن اطمئنانا كاملا إلى أنه فعلا صاحب حق. فلذلك يعني إذا رجحت وين سالفة الاطمئنان في الموضوع؟ لأنه أحيانا يكون الدليل ناقص، مثل أذكر لك مثال طيب إيه، وهذا من عهد النبي من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن ثبوت الحق يكون بشاهدين، أليس كذلك؟ لكنه حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قضى بشاهد وبيمين فتممت الأصل. نعم، تممت هذا الدليل الناقص أو الإثبات الناقص. إذا كان الخصم الآخر غير مسلم كيف يتم التصرف في هذه الحالة؟ يحلف بديانته. وحصلت وحصلت أي نعم، حصلت في المحاكم السعودية أن يحلف بديانته. يعني إذا كان مثلا مسيحي ولا بأي مسيحي ما هي صيغة اليمين عند المسيحيين طيب التي يؤمنون بها ويعني يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها؟ فيؤتى بالمترجم ويروي عليه هذه اليمين، حتى صيغتها موجودة عندنا في بعض الأحكام موجودة، لكنها ترى ما فيها فرق كبير بينها وبين اليمين العادي. لكنها تأخذ نفس حكم اليمين المسلم. نعم. نفس الحكم القضائي لها. نعم نعم، تأخذ نفس الحكم القضائي ويكون يعني التعويل على ذمة وضمير من سيحلف. نعم نعم، وخصوصا إذا طلبت أو ممن باشر العمل، لأنه أحيانا يحصل في الواقع القضائي أن تحدث مشكلة مثلا في الشركات، في العمل مع الشركات الآن ما يجوز توجيه اليمين للشخصية المعنوية أو الشخصية الاعتبارية. الشركة ما يجوز أنك تأتي مثلا وتقول أطلب يمين الشركة على كذب دعوة أو على كذب دعواي أو أني لست مستحقا. هذا النظام منعه. هي للأفراد فقط، هي فعلا لأنها مرتبطة بشخص الإنسان وذمته وضميره. شوف الشركة ليس لها ذمة ولا ضمير. يعني ما ودي أعقد الأسئلة لأنه أحيانا قد لا ترد هذه الحالات، ولكن مثلا يعني لو قابلت شخص لا ديني مثلا يعني قد يأتي هذه عاد تدخل فيها الفتية الشرعية تدخل فيها الفتية الشرعية، لكن كحكم نظامي ليس فيها حكم نظامي. إنما اللي واضح الآن أن المسلم يحلف اليمين الإسلامية. نعم. وغير المسلم يحلف اليمين اللي موجودة في ديانته. لا، هي ذاتها، هي ذات اليمين لكنها تغلظ عليه بالصيغة التي هم يستخدمونها. نعم. في ديانته. وكما تقول صارت عندنا في السعودية. صارت في السعودية. نعم، صارت في وقائع كثيرة. طيب، هل كل حالات التقاضي يعني ممكن أن تصل إلى اليمين في مرحلة اليمين، ولا لا هي مخصصة لنوعية معينة من القضايا؟ أقدر أقول لك أنه 10% فقط من الأحكام التي تلجأ إلى اليمين. مثل 10% فقط يعني مجموع الأحكام. الأصل الأصل أيوة، وهذا أصلا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال البينة الصادقة خير من اليمين الفاجرة. لأن اليمين هي عبارة عن قرينة ضعيفة حتى، يعني بسهولة يتم نقضها، لكن يعني لو جاء أي دليل بسيط حرف القاضي عن اليمين، لو دليل بسيط جدا يحلف القاضي عن اليمين. القاضي لا يلجأ لليمين إلا في حالتين، إما أن يطلب أحد الخصوم فتصبح حاسمة وهي حقهم ومتى طلبوها واطرحوا أدلتهم فإن القاضي يجيبهم إلى هذا الطلب، أو أن تكون الدائرة قد يعني دخل إليها نوع من الشك في تقدير الأدلة فأرادت أن تتأكد. أنا 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 برجع لسؤالي اللي أقصده أنه في كل القضايا المالية التجارية العمالية ذي واللي هي محددة اليمين لقضايا معينة. أحسنت. نعم، هو طبعا اليمين تشرع في المال وما يؤول إليه، في المال وما يؤول إليه، لأنه في القضاء الجزائي، في القضاء الجزائي لا يكلف المتهم بتبرئة نفسه وتقديم دليل، وإنما الذي الأصل فيه براءة ذمته، فلذلك لا يحلف في القضاء الجزائي نهائيا إلا فيما يتعلق بالمال أو ما يؤول إليه. طيب، إذا حدث أستاذ خالد أنه وصلوا إلى مرحلة اليمين وحلف أحد الأطراف اليمين الحاسمة، هنا انتهى الموضوع. نعم. بعدها بفترة استطاع الطرف الثاني أن يأتي بدليل أو ببينة تبين كذب هذا الشخص وأنه الحق له.
تعاد القضية وترجع ولا لا؟ خلاص اليمين أنهت كل شيء. إذا كان مناط الحكم هو اليمين، أيوة. إذا كان مناط الحكم هو اليمين وهو يريد أن يثبت كذب هذه اليمين، هنا المنظم السعودي حسم هذه المسألة. سابقا فيها خلاف في المسألة سابقا، ولكن المنظم السعودي حسم هذه المسألة في المادة 99 فقرة 3 من نظام الإثبات، فنص على أنه لا يجوز لمن طلب اليمين أو ردها أن يسعى إلى إثبات كذبها. طبعا ولم يغفل كذلك أنها قد تحدث أحيانا، فقال مع الحفاظ في حقه بحقه عند صدور حكم جزائي بكذب هذه اليمين أن يطالب بالتعويض عن الأضرار، وأن يتقدم ب يعني أو وعدم المساس بطرق الاعتراض المكفولة له. من ضمن الأشياء، يعني طبعا نظام حديث الآن، لكن خلينا نقول التطبيقات القضائية هي التي سوف تبين هذه المسألة، لكن فيما لو كان السؤال عميق أكثر سيكون لو صدر حكم جزائي بكذب هذه اليمين، زين، ثم بعدين أنا بعد ما صدر لي هذا الحكم الجزائي رحت طالبت بتعويضات بسبب أنه كسب هذه الدعوة وأخذ مني هذا المال وتسبب في خسائري وكذا إلى آخره. طيب، هل يجوز لي أن أخذ هذا الحكم الجزائي وأعود إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالتماس إعادة النظر؟ لحظة، كيف يصدر حكم جزائي بكذب اليمين واليمين كانت حاسمة وأنهت الموضوع؟ كيف أقدر أثبت أنه كان كاذب؟ أرفع بعد دعوة يمينه؟ أي بعد يمينه أقدر أرفع دعوة جزائية، أيوة، زين، لإثبات كذب اليمين. كيف أنت قبل شوي كنت تقول لي أنه أنت إذا قبلت أنه خصمك يحلف اليمين معناته أنت رضيت ذمته وضميره، تمام، خلاص انتهينا، أنت رضيت. هذا في القضاء المدني. طيب أنت قاعد تتكلم الآن في المال وما يولي إليه في القضاء المدني. أي. طيب انتهت قضيتنا عند المحكمة التجارية، حلو، أو المحكمة العامة، هذا أي. قضاء مدني. أي. ثم بعد ذلك ثبت بشهادة الشهود كذبه في هذه اليمين، حلو، ورحت رفعت عليه دعوة جزائية وأثبت كذبة في هذه اليمين أمام المحكمة المختصة والمحكمة الجزائية. صدر لك حكم جزائي بكذب هذا الحالف فيما حلفه من يمين أمام المحكمة التجارية، تأخذ هذا الحكم وتروح تطالب بالتعويضات التي حصلت لك بسبب اليمين الكاذبة. لكن السؤال هل يجوز لك التماس إعادة النظر باعتباره نوعا من الغش من الخصوم وفقا للمادة 201 من نظام رفعات الشرعية؟ أنا أميل إلى هذا الرأي، ولكننا ننتظر التطبيقات القضائية التي تؤيد. لا، والسؤال الثاني أنه هل القضاء يرتب أحكام معينة على اللي حلف كذبا؟ طبعا أكيد الحكم الجزائي بيؤدى إلى التعزير بلا شك، في شيء منصوص عليه الأحكام الجزائية؟ لا طبعا، هو من التعزير المرسل الذي تقدره الدائرة، زين، وكذلك يعني مثل ما قلت لك، يعني ما تسبب به هذه أو ما تسببت به هذه اليمين من أضرار على الخصم فإنه يجوز لهذا الخصم بعد إثبات كذبها بحكم جزائي أن يعود عليه بهذه الأضرار. إيش اللي ممكن يثبت كذب اليمين؟ الشهود فقط؟ أحيانا الاعتراف، قد يعترف هو بأنه كذب اللي حلف. أي. صارت؟ يعترف أحيانا، ما أدري، أنا ما شفت مواقف. أي. لكن مثلا لو افترضنا أنه مثلا احنا جالسين في مجلس وجانا الحالف ودخل عندنا وقال اليوم حلفت يمين كذب بكذا، وشهد عليه 3-4 انه اعترف بانه قد كذب في امام القضاء. بالعاده استاذ خالد، من القضايا اللي انت كنت قريب منها او اللي شفتها، في استسهال في حلف اليمين ولا لا؟ انا من اتكلم من قبل. ايه والله، شوف طبعا هي بما أنها تعول على الذمم، والناس طبعا لا تستطيع أن تعول على ذممهم وحتى مهما كانت أشكالهم أو صورهم، ولكن يعني الحلف اليمين موجود حتى في كل بلاد العالم، يعني ليست المملكة هي البلد الوحيد الذي يعتمد اليمين. هذا إجراء قضائي موجود في كل مكان، جميع دول العالم وفي جميع القوانين موجود إجراءات اليمين، بل بعضهم يأخذ إجراءات اليمين حتى قبل أن يدخل الخصوم في مجريات الدعوة، فيقول له قم مثلا وأحلف اليمين أنك تقول الحق ولا شيء غير الحق، ونراها كثيرا مثلا في بعض هي يطلب من كل الشهود ولا لا؟ لا، تحليف اليمين يجوز تحليف الشاهد لكنه ليس شرطا،
ما هو شر، مو بشر. يعني اليوم احنا ترى الناس اللي برا المحاكم ما نعرف ايش اللي يدور في الداخل. يعني اليوم اذا احد عنده شهود القاضي مباشره ياخذ الشهاده من غير ما يحلف انه يقول الحق. نعم، لكن اذا طلب الخصم تحليف الشاهد ورات الدائره القضائيه انه ثمه حاجه الى تحليف الشاهد فانها تجيبه الى طلبه. لكن هي ما هي اساس، لا ما هي اساس، ما هي من اجراءات سماع الشهاده. يعني اللي تنقل لنا الافلام والمسلسلات ما هو كله حقيقي. انا قلت لك يعني يختلف انواع الاغذيه ومدارس القانونية تختلف من بلد إلى آخر. مثل ما ذكرتك يعني المملكة العربية السعودية الحقيقة بعد صدور نظام الإثبات يعني اختارت أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بجانب اليمين كعنصر من العناصر، وهذه قيمة الحقيقية لمثل هذه الأنظمة. شكرا لك أستاذ خالد، شكرا لحضورك وإثراءنا بكل هذا. سعيد جدا بهذا. شكرا للأستاذ خالد اليوسف، حوار قانوني مثير ومثري حقيقة. بنروح إلى فاصل ثالث في حلقتنا وبعده ألقاكم.